بسم الله الرحمن الرحيم. عبد النبي السبعي، كاتب العام كلية الطب والصيدلة فاس. هذا المؤتمر في النسخة السادسة ديالو هذه السنة ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. هذه السنة اختارت لجنة التراث داخل كلية الطب جامعة سيدي محمد عبد الله موضوع تاريخ الجراحة. هذا موضوع شيق جدا، جمعنا له ثلاثة من العلماء أطباء محاضرين لإبراز ما قدمه أجدادنا في هذا الحقل. هذا هي عدة محاضرات متنوعة والدعوة هي عامة. هذا مؤتمر ديال فاس، مرحبا بالجميع.